الوطنية في الدورة قدام المنتخب المصري 3-1. كل التوقعات قبل المقابلة كانت تعطي الأفضلية للمنتخب المصري باعتباره المنتخب الوحيد اللي ما خسر حتى مقابلة في الدورة وقدم مردود متميز في الدورة. المستوى تاع البطولة كان مليح وكانت فيه ندية حتى الدقيقة الأخيرة. الناس كاع كانت تقول مصر هي اللي راح تدي البطولة في آخر المطاف. يعني فريق تاع تونس صراحة كما يقولوا خلق المفاجأة. البداية أكدت كل التوقعات السابقة، والمنتخب المصري افتتح النتيجة منذ الدقيقة 10 عن طريق محمود صابر عبد المحسن. أبناء الكنزاري ما بطاوش في الرد وعدلوا ضربة جزاء جابها شهاب العبيدي وماركيها على غرام في الدقيقة 20. الشوط الأول فيها متعادل 1-1. الشوط الثاني بدا منتخبنا بقوة وخذنا سباقية في الدقيقة 51 عن طريق شهاب العبيدي، لكن الدقيقة 77 كانت باش تعاود تقلب المعطيات بعد ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المصري وتألق الحارس أحمد العبيدي في التصدي لتصويبة إبراهيم علي. الكوان بتاعي طبعناهم قبل الطرح، شفناهم خويا كيفاش يلعبوا ربحناه، لعبنا بالكدا كورنا ملكينا مش مزيه هذيك. المنتخب الوطني كمل المباراة بهدف ثالث من أقدام زياد بريمة في الدقيقة الأخرى، وانتصار ثلاثية أعطى اللقب للمنتخب، لقب شرفي صحيح. لكن لو بلوز امبورطون ماهوش التيتر اللي هزينا، لو بلوز امبورطون اللي نحنا نحسوا اللي ليكيب قاعده اون بروغريسيون قاعده تخدم. معناتها لو بروميير تورنوا ولو انه ماهوش مهم برشا باش يكونوا ابطال او با، لكن ديما تعطي ان بلوس للملاعبيه، تعطيهم انفي اكثر. هذه التورنوا نحضروا بها للكاليفيكاسيون عندنا، الحمد لله ربي الولد ما قصروش، وان شاء الله نزيدوا نخدموا على رواحنا ونراو اكثر شبان في المنتخب الاول. ونشكر ستاف سي ماهر خاصة هو خاطر خدم معنا برشا وعاوننا برشا، والحمد لله اليوم توجنا وما علينا كان نخدم على رواحنا وحتى ساقينا في القاع. الفريق التونسي عنده يعني كمجموعة عنده فريق، لكن تبقى انه فرديا لازم له يحوس على العصفور كما يقولوا النادر. عملنا ديفيت وبعد عملنا نول، بعد رجعنا في الكورس لقينا ليكيبات الاخرين، معناتها لقينا لوتوراج باك وشي قاعد نترانيو ورجعنا في الكورس، واليوم معناتها لازمنا نربحوا. حطينا الكل في الكل وربحنا الحمد لله يا ربي. الدورة كانت ناجحة شهادة الجميع، لكن هذا ما ينفيش نقطة الاستفهام قدام البنية التحتية بعد ما تم الوجود لملعب الكرملي لإجراءها، رغم أنه العشب الصناعي للملعب هذا كان في حالة طيبة. رأس كبير فيها مشكلة، هذا شيء ثابت فهمتني. إن شاء الله تحدث حاجة وطنية تعنى بالملعب تاع كاملة تراب الجمهورية، بحيث ثم ملعب مناطق صعيب ياسر باش ينجح فيها الكازون، نقتنعوا بالشيء هذا ونعملوا ارتيفيسيال 5 جينيراسيون، والمناطق اللي نجم يكون ينجح فيهم الكازون نعملوه، لكن نتقنوا صيانته ونحطوا لهم ناس اكفاء. مع احتراماتي للعمل البلدي اللي يقوموا بدور كبير برشا، ما نحطوش انسان بالوبري اللي ما عندوش درايه وما نقولوش به الكازون، الكازون ستان بيبي. المهم هو البدايه الناجحه للجيل هذا تحت قياده مدرب ماهر الكنزاري اللي يعتبر نفسه مدرب محظوظ. ربك كريم، لاحظ شوف جات وضعيات في ديبيت كارير نتاعي حلت الشباك الحظ مفتوح كما نقولوا، من بعد جاني بيريود هكاك طاحت ولا تضرب على الباب ما تدخلش. ربك بالك شي طويك عاود حل لنا الشباك، هو الشباك والباب يتحلوا ويتسكوا واوقات معينه، واللي يوزع الحظ هو رب العالمين. ان شاء الله في البيريود هذه نعمل 4-5 سنين كما الاولانيين اللي عملت. الفوز بلقب كاس شمال افريقيا مهم معنويا بالنسبه لشباننا، لكن الاهم هو القادم. هو تيتر شرفي لانه الاهم هو ترشح كاس افريقيا وكاس العالم، ولكن سيتان تورنوا سريه شويه، ولكن نتصور المنتخبات الكل استفادت منه. هو شرفي نحن خذينا تيتر، مبروك على الاولاد وعلى الخدمه نتاعهم، خاصه هو اول راسومبلمون تقريبا، وان شاء الله الاهم يتحقق من خلال ترشحات لكاس افريقيا وكاس العالم. كيكيب جديده فيها دي زيليمون باهين، فما بوتنسيال ان شاء الله دون 10 mois le plus important ولا dans un an وقت الكاليفيكاسيون نكونوا نعملوا une première qualification pour la Tunisie. خاطر تونس عمرها ما تعديت في الاو 20 للكوب دافريك، ان شاء الله تكون الجينيراسيون هذه تكون الفي في سكي فو لي مويان موجودين. لا فيدراسيون موفرين ناس كون دوموند الحق، معناتها نشكرهم برشا.